مرحبا يا شملون، من فضلك ادخل رقم القبيلة السرية. الرقم خاطئ. عليك اللعنة. قاعد ادخل الرقم وركز. سكلتك امه. اذا كنت تريد قمحا اضغط الرقم 1، اذا كنت تريد شعيرا اضغط الرقم 2، اذا كنت تريد بيضا اضغط الرقم 3. نعم اريد بيضا. عفوا، الدجاجة فيها جازة مرضية. شكرا لاستخدامك خدمة الصراف الالي اي تي ام لبني عبد.